السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العملية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، عملية تواكبها استعدادات كبيرة لوجستيكية وبشرية. التوقيع بالرباط على إعلان النوايا لمعالجة وضعية الأطفال القاصرين المغاربة بالديار الفرنسية وإشادة بالتعاون القضائي الناجع بين فرنسا والمغرب. التساقطات الثلجية متواصلة بالمرتفعات الجبلية، أعلاها سجلت بجبل بويبلان، وإزاحة الثلوج متواصلة لتيسير حركة المرور. قطاع العقار تدابير لتشجيع الاستثمار تضمنها قانون المالية التعديلي 2020، إجراءات همت التخفيض أو الإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ. أهلا بكم، يحضر معنا ضيفا مولاي الطاهر العلوي رئيس اللجنة الوطنية العلمية للتلقيح. مساء الخير. مساء الخير سيدي حبيبي. مرحبا. مرحبا. نستهل النشرة بجديد الحالة الوبائية في بلادنا، 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت خلال 24 ساعة الماضية. عدد حالة الشفاء بلغ 2968، فيما عدد الوفيات بلغ 75 حالة. إذن كما أسلفنا ضيفنا في هذه النشرة مولاي الطاهر العلوي رئيس اللجنة العلمية للتلقيح، مساء الخير مرة أخرى. مساء الخير. إذن نبدأ بروفيسور بالوضعية الوبائية الحالية في بلادنا، شنو القراءة ديالكم المؤشرات ديالها؟ القراءة ديالنا الحمد لله هو النسبة المئوية الآن أو الحصول على الكوفيد بهذه الأرقام بدأت في التنازل، ونحن إذا كملنا على هذا الطريق سنصل إلى الأرقام التي هي في إمكاننا أن نكون متمكنين من وقفه وتلقيحه، وإن شاء الله نزيد من استمرار التدابير، يعني دائما غادي يواكب، لأن هذه يمكن دابا يمكن الموجة الثانية بدأت تخرج من الطريق ديالها، لأن كنا عندنا 4000 نوصلوا 4000 و4000 تخرجوا من هادو، غادي يمكننا حتى من لتكوين او لقدرته على تمكن من الخروج من حتى يمكن يكون الموجة الثالثة، لان ما دمنا تتقلص هاد الارقام وحنا تنتمكنوا من هاد دابا المواطنين خصهم يعرفوا بان إلا بقينا على هذه الطريقة ديال التنازل وعلى الإسقاط من الحالات غادي يكون نقص العدوى، ونقص العدوى يخفف العمل على الأطباء والممرضين والممرضات، الضغط على المنظومة الصحية غادي، لأن دابا هما عندهم ضغط كبير جدا، غادي يتمكنوا من عمل جدي في وقتهم في راحتهم، والمواطنين يكونوا هما كذلك في راحتهم، ولكن يبقاو بالأعمال اللي هي ثلاثة: الكمامة، تباعد، ونقصان من حتى النظافة اليدين كذا، النظافة كمان، هذو هما اللي عندهم غادي يكونوا قيمة اللي توصلنا باش التلقيح يمكن يكون عنده نتائج أكبر من الحالات. سأعود إليك مولاي الطاهر العلوي، وقبل ذلك كما تعلمون أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق عملية التلقيح في بلادنا، عملية تواكبها استعدادات كبيرة على المستوى اللوجستي والموارد البشرية، وتشرف عليها لجان تتعدد بتعدد اختصاصاتها ضمنها اللجنة العلمية للتلقيح، ومهمتها تدارس التحديات المرتبطة بعملية التلقيح ضد كوفيد-19. نوال جراري وأسماء التازي. القضايا ذات الطابع العلمي اختصاص أصيل للجنة العلمية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19. تحسبا للمرحلة الأولى من حملة التلقيح، اجتماعات ماراثونية، نقاش، تشاور وتداول في أدق التفاصيل. أطباء من مختلف التخصصات
علماء المناعة والفيروسات وأخصائي الصيدلة الإحيائية والسريرية ينكبون على الإحاطة بكل التحديات التي يطرحها اللقاح. أعضاء اللجنة العلمية يجيبون أيضا على كل الأسئلة، ومنها تلك المرتبطة بالفئات ذات الأولوية أو حتى بالموانع الممكنة. السؤال اللي كان بخصوص تلقيح الأمهات والنساء الحوامل، بهذا الخصوص حنايا كنتكلموا اليوم على لقاح معطل. لقاح معطل ما معناه؟ لقاح ميت، يعني فيه واحد الفيروس اللي هو ميت، ما معناه أن هذا اللقاح ما كيشكلش حتى شي خطر بالنسبة للسيدة الحامل، لأننا سبقنا كنستعملوا لقاحات أخرى من هذا النوع عند النساء الحوامل. مرجعية تاريخية يتوفر عليها المغرب في مجال التطعيم، ومرجعية علمية عمادها اختصاصيون في مختلف المجالات ذات الصلة، هم أعضاء اللجنة العلمية للقاح فيروس كورونا المستجد. هدفهم افتحاص كل كبيرة وصغيرة حول اللقاح الذي يجمعون على نجاعته وفعاليته. اللجنة العلمية اللي كانت اليوم تأكدنا على أن التلقيح يعني ضد الكوفيد هو من الوسائل المهمة للوقاية والحد من انتشار ديال هاد الكوفيد يعني 19، وقلنا أيضا بأن هاد الفاكسان الحمد لله اللي اختار المغرب غيستعمل في هاد الحملة الوطنية هما دي فاكسان اللي النتائج الأولية ديالهم جد مشجعة. اللقاح الصيني كانت مقاربة ديالنا علمية 100%، لأن في البداية عرفنا هذاك اللقاح على أي نوع من السلالات تصاوب، ومن بعد شفنا واش ديك السلالة عندنا موجودة في المغرب قبل أن ننخرط في التجارب السريرية. إذا الخيرات ديالنا من انخرطنا فيه مكننا نوعا ما بأنه نطوروا واحد في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، نشوفوا واش الناس اللي عندنا كيتمكنوا في التجارب هذه كيتمكنوا بأنهم يكون عندهم أجسام مضادة لتقضي تمام على الفيروس. والنتائج اللي ناقشناها في اللجنة العلمية تبين بأنه النتائج الأولية مهمة جدا. اللجنة العلمية تنكب حاليا على الإجابة على أسئلة المواطنين. الأجوبة سيتم نشرها وتعميمها في القادم من الأيام ضمن منصة رقمية على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، التي ستضع رهن المواطنين رقما أخضر للاستفسار والتساؤل حول اللقاح المرتقب. نرجع لك بروفيسور، انتم رئيس اللجنة العلمية للتلقيح، نبغيو نعرفوا اكثر يعني المهام اللي كتقوم بها اللجنة، ويعني وفين وصلت الاستعدادات الخاصة باللقاح في المغرب. هذه اللجنة اولا وقبل كل شيء هي اساسية في المرحلة اللي نعيشها، وكانت في البداية كانت لها اهداف مرسومة. هذوك الأهداف المرسومة هي الأهداف ديال تلقيح الأطفال حتى من تكوينهم في البداية حتى الخمس سنين، وكلما وقفنا هذا البرنامج الوطني للتلقيح راه عنده مفعول كبير على صحة المواطنين من كرش موم يعني حتى قبل حتى من قبل. ولاحظنا الباحثين الآن تلاحظوا بأن هذاك التلقيح اللي تاخذوه في السنة الأولى ومن بعد عامين ومن بعد خمس سنين يمكن هو غادي يضيف، وهذا بحث عاد تعرفت عليه من واحد جهة في بعد المحطات، أنهم يمكن غادي يكون عنده إيجابية في سن الكبير. غريب هذا الأمر هذا، لأن المقصود من هذا كورونا هذا اللي دابا عاد خرج للوضوع ما تيكون تقتال إلا كان عند شي حد إلا كان جرتومة معه. وانتم كلجنة كتدرسوا هذا احنا لاش كاين تنعملوا تنشوفوا ما هي الأشياء الضرورية لهذا التلقيح أولا وقبل كل شيء في تركيبته. كما قالت زميلة بركات، هذا التلقيح اللي هو آمين من ناحية ديال تكوين دياله آمين، لأنه هو مطل. هذاك التلقيح تنشوفوا ما هي الأشياء التي يمكن أن يضاف إليها
في جوانبه الأخرى. ثانيا هذا التلقيح في مرحلة اللي دابا حنا عايشين فيها هو تلقيح في نتائج ديالو واضحة. ثانيا التكلفة نتاعو ناقصة. ثالثا النقصان من الأمور اللي غادي اللي ما دمنا به في المراحل ديال اللي عملنا هنا في المغرب ما كانش شي أعراض خطيرة فيه. أي واحد كان وقع له شيء ولكن كان مرض مخفي. إنما الأمراض اللي كاينين هما الاحتمال المرار شوية ديال السخانة شوية ديال العياء يعني شويه. وهادو دابا في هاد التلقيح ديال المحطة الثالثة اللي استوفناها دابا واللي صيفتنا الأمور باش تشاف تنتسناو دابا نحن في حاجة ماسة إلى الرجوع لما وصلنا إليه. لماذا تنتسناو؟ لأن كنا في هذا التلقيح اللي دابا خدمنا عليه راه كاينين 9 ديال الدول اللي خدمين عليه بحال بحال. راه وصلنا تقريبا 45 ألف نسمة اللي كان استعملوا هاد المحطة الثالثة. في البداية كانت غير 30 ألف ولكن تصابوا بأن تزادوا عليهم. هذا الشيء كله لا 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 يصل إلينا أي إعلان على شيء خطير. لماذا؟ لأن ثانيا التلقيح اللي غادي اللي خدمنا عليه هو التلقيح الذي عملته الصين في فوهان هي الأولى واللي دابا واصلين على الأقل 1,300,000 أو 500,000 ملقاح وغادي يفتحوا مجال لجوانب أخرى. احنا هذا علاش تنقولوا هذا الشيء؟ لأن هذا هو الهدف الأول نتاعنا هو السلامة السلامة السلامة. وثانيا النجاعة. النجاعة ظهرات بما انهم هما دابا زادوا مرحله اخرى في التلقيع ديالهم لانهم كاينين 2 أو 3 ديال المختبرات اللي هما تصنعوا عندهم هذا نفس التلقيع. حنا هذا دابا تيجعلنا نكونوا ثاني متامنين. وثالثا عندهم واحد المده زمنيه ديال التتبع اللي غادي حنايا ان شاء الله الا عملنا هذا التلقيع غادي لابد حتى حنا هذه المده الزمنيه غادي تقوم غادي تبقى التتبع ديالهم باش نشوفوا اشنو هما الاعراض واش كاين شي اعراض واش كاين شي خطره واش كاين في سنه هذه كلها لامانه يامنوا الناس على امور ديالهم. وهذا التلقيح هذا في هذه العمليه هذه هو تلقيح مضمون الى حد الان. علميا وحتى تطبيقيا حتى تطبيقيا اثبتوا انتم الملموس يعني نتائج مشجعه كيف ما قلتوا والاستعدادات اللي خاصه باللقاح يعني على قدم وساق. نمروا للحمله الوطنيه للتلقيح كيف ما كتعرفوا يعني كتطلب واحد الامكانيات بشريه ولوجستيه ضخمه. بلادنا الحمد لله كيف ما ذكرتوا عندها من الخبره والتجربه اللي راكمتها يعني اللي يمكن انها تنجح هذه العمليه اللي غير مسبوقه. نبغي نسولكم بروفيسور كيف يعني غادي يتم تدبير هذه العمليه؟ هذه العمليه بدات نحن في المرحله الاخيره لها. اولا وقبل كل شيء العمليه باش نتوصلوا بالتلقيح تنستناو الارقام والمعطيات يوصلوا داك الساعه غادي ندخلوا باش يجينا التلقيح. العمليه الكبيره اللي احنا فيها اللي تتكمل هي اللوجيستيك كيف يصل الى المغرب كيف اين في المغرب كيفاش نحضروا الامر باش هذاك التلقيح يمشي بسلام في كاميونات ولا هذوك الشيء حنا عارفينه. لان نعطيك مثال اللي كنا عملناه واحد في عام 2009 على البوليوميليت كانوا عندنا برنامج عليها باش يكون الطلب ديالنا في الملف ديالنا باش يكون عند المنظمه العالميه للصحه باش تاخذ العالميه للمنظمه بان ما بقى شيء من هذاك البوليميت عندنا. وكانوا
متعودين على التلقيح، كانوا جوج ديال التلقيح اللي كنا تنديرهم في العالم، ولكن ملي جينا باش ندخلوا حنايا نكملوا مختبر من المختبرات جوج ما بقاش يخرج واحد اليوم اللي حنا تنستعملوه. بقاو عندنا واحد العدد ديال الحالات اللي لابد ما خصنا نخدموا. تمكننا باش في البرنامج ديالنا نقوموا به في 11 المليون شخص اللي كانوا تلقحوا. وهذاك المرجعيه دابا هي اللي حنايا امنناها وزدنا فيها ما نقص. مثلا هذاك لا شين دو فخوا فين تبريد دابا راه كل مواقع ديال التلقيح عندها شراء ديال كل مستلزمات ديال التبريد، والتبريد في التلقيح امر اساسي جدا. هذا من الامور اللي هي ايجابيه، هذا من الامور اللي تعطي الثقه بعد اولا وقبل كل شيء للشخص بانه هذاك التلقيح راه هو مضمون كيفما خرج من المختبر، وغادي يشوف بان بالفعل كل شيء موجود. وعندنا عاوتاني تكوينات ديال العنصر البشري، عندنا اللي بادين بان هذا البرنامج ديال التلقيح خارج على كوفيد هو سنوي، ولكن غادي يكون تكوين جديد لهذا التلقيح باش يكون تبعا للضبط ما هو عليه الان العمل ديال التلقيح. كاينين راه عملنا واحد البرمجه كان عليها واحد نتائج مرضيه، وشافوا بان جاو الخبراء من الصين وشافوا شنو كاين. كان نتائج ايجابيه. اذا غادي نواصل الحوار معك مولاي الطاهر العلوي، لكن قبل ذلك نتابع اسئله المواطنين حول عمليه التلقيح. بغيت نعرف الفرق ما بين اللقاح المعطل واللقاح النشيط. سمعنا بان هذا اللقاح كيحتوي على فيروس ميت، اشنو كيضمن لنا بان الانسان ما يمرضش على المستوى البعيد؟ المواد اللي كيتكون منها اللقاح واش ما عندهمش خطر على صحه الناس اللي غتلقح؟ بغينا نعرفوا واش المغرب عرف تحولات في طفره الفيروس، واش اللقاح اللي غيلقحوا به المغاربه خدا بعين الاعتبار هاد التحولات؟ واش غتكون شي لجنه اللي غتكلف تتبع عرض اللقاح؟ شنو هي تركيبه اللقاح ونفعوا المكونات ديالو؟ واش اللقاح ضد كورونا كيحتوي على ماده الزئبق؟ بالنسبه للقاح ضد كورونا علاش غادي تعطى جوج الخطرات عوض ما يتعطى غير مره واحده؟ كنعرفوا النتائج السريريه ديال اللقاح، واش استوفت جميع الشروط؟ واش ما كانش هناك تسرع؟ اذا بروفيسور نبدا معك بالسؤال اللي كيقول شنو هي التركيبه ديال اللقاح والمفعول ديال المكونات ديالو؟ التركيبه ديال اللقاح شيء مفهوم. اولا قبل كل شيء تعريف بالتركيبه نتاع الفيروس براسو، لان هذوك البروتينات اللي هو مكون منها ماشي كلها تتعطي هذاك تتكون عندها مسؤوليه في ضبطي اسمح لي. تفضل. كاين بروتينات اللي تتكون في هذاك الفيروس اللي هي اللي تخلق المناعه. هذيك البروتين اللي تكون معروفه تيخصنا نصيبوها ونقدوها، ما كاينش شي وحده من غيرها. على وداش هذا الفيروس كورونا فيه عندهم وحده فيها فيروس ايرين تيقولوا ذاك الحامض النووي، في صفي سبعه بروتينات هذول اللي مصاوبين، وكاين واحد اللي هو اللي بنينو استرازينيكا وفايزر وداكشي اللي مختلف على ديال هادشي. هادو دابا حنا الفيروس ديال اللي عندنا مع الصين عنده حاله وحده، هو فيروس واحد. وهو شنو النوع الفيروس دابا اللي شنو تيكون؟ هو بحال واحد الصندوق، وهذاك الصندوق عنده الغلاف ديالو. الغلاف ديالو تيخصو يدوز باش عاد يوصل الخلايا لداخل الخلايا. تيخصهم دابا يلقاو، تخصنا نلقاو حنايا اشنا هي الخلية اللي غادي تمكن تدوز من هذاك الغلاف باش توصل لهذاك
محل تاع داك البروتين اللي هي اللي توقع وهو هذيك البروتين اللي تتعرف على شي حاجه جايه من الخارج اللي ما عارفهاش اللي ماشي من ذاته تيبدا يخلق هو المضادات الحيويه وملي تيكونوا المضادات الحيويه هذيك هما اللي تيمشيو تنقدوا تحيدوا هذاك الفيروس من الفيروس. طيب وهذه دابا حنايا عندنا الان بالتعاون مع الخبراء اللي تيدرسوا هذا الشيء تعريف بان كل محطات اللي تقدم فيها العلم هذا هو اللي تيمكن باش يكون هاد الخروج التلقيح في هاد الزمان ماشي نقصان فيه انما هذا ضمانه نتاع داك السؤال الاخر بروفيسور نمشيو بسؤال بسؤال لان اسئله كاينه كثيره نحاول كاين اسئله كثيره غنعطيك كل سؤال على حده باش المواطن يعرف الجواب ديالو غير نحاولوا نجاوبوا بايجاز باش كل مواطن يسمع الجواب المواطن اللي كتقول شنو الفرق ما بين الفيروس المعطل والفيروس النشيط الفيروس النشيط ماشي بحال المعطل إذن هذاك ملي تيكون معطل ما تيبقاش يكون فيه سبب باش يخلق مرض احنا مهنيين منه هذاك هو اللي كان فيه مهنيين هذاك اللي عنده الحيويه هي التقنيه الجديده اللي باقي ما احنا خلقات بان داك الشيء اللي تزاد عليه باش يقوي المناعه الذاتيه ضمان صحة ولكن هذا كده كان نجعة الوقت ما عندناش احنا عليه الامر تخصنا وقت من بعد التلقيح من بعد التلقيح نبقاو متبعين لان باقيين ما عرفنيش ما كاين شي خبره فيه. طيب التساؤل هذا هو الفرق ما بيناتهم النشيط والمعطل. طيب التساؤل الاخر كيقول المواطن اللقاح كيحتوي على فيروس ميت كيف ما ذكرتوا شنو اللي كيضمن لنا باللي ما غيمرش الانسان على المدى البعيد في نفس الاتجاه ديال السؤال. كل دواء دابا ملي غادي ملي تيكون تلقيح تولي دواء كل دواء ما يمكنش نتمكنوا 100% ديال النتائج ديالو كلها لان الذات الانسان فيها ملايين ديال الامور خلايا وداكشي لكن معقول اننا نقبلوا واحد 1% 2% 3% 5% لان تيكون عندنا هذاك الميزان تاع الربح والخطر هذا دابا بدون شكل هذا تنسمعوا 95% راه 6% بقات ناقصه هذيك مقبوله لان على ما كاينش نهائيا اي قوه 100% 100% طيب مواطن كيقول علاش غادي تعطاو جوج ديال الجرعات من اللقاح وماشي وحده علاش على وداش هذيك الجرعات الا مشيت الا كانوا بعد اولا قبل اختباريا تيكونوا عدد ديال الجرعات تتحسبوا بحال مثلا في ديك الجرعه تيكون فيها 10 سنتيم ولا شي حاجه تيديروا اولا وبلا قبل كل شيء اقل درجه للقاح الاول تيشوف واش عطا ولا ما عطاش الا ما عطاش النتائج الصالحه تتزاد عليه الا حتى تيوصل لواحد المستوى اللائق اللي تيكون نفس المستوى ديال الطبيعه اذا كانت الطبيعه لهذا في المختبر الثالث هذا تشوفوا تتعطى جرعه اللي ما عارفين شيء هذاك الناس اللي تيجيو ديال اللي تقدموا ولكن واحد تيكون هذيك الجرعه فيها التلقيح وحده ما فيها شيء وتيعملوا لهم نفس العمليه ديال امام الفيروس تيشوفوا فين هو اللي غادي يكون ولكن هذاك اللي كاين نقطه اللي هي كانوا فيها الكلام افيك ديال استرازينيكا وداك الشيء لقاو بان ملي بداو داروا تلقيحات وتيشوفوا العدد ديال الامور لقاو بان ملي جاوا النتائج التلقيح الاول القليل اعطى مردوديه اكثر من الكثير ما فهموش شيء علاش باقي الان ولكن وصلوا لواحد لدراسه وهذيك الدراسه تمكنتهم وهذه ندخلوا لجوج ولا ثلاثه الا كان كثير اش تيوقع الخليه وهذاك الفيروس اللي تيدخل ليها بهذاك الكثره تتقلب السياطير
في عوض ما يمشيو يضربوا هذاك الفيروس اللي هو خطير من عندنا نتيجة عكسية. طيب. هذا هو الأمر. طيب مواطن كيقول جاوبت على منين واش اللقاح يعني كيحتوي على المادة ديال الزئبق؟ لا هذه نهائيا ولكن كاين المادة ديال الألومنيوم بقى ولكن في واحد المستوى قليل جدا ومضبوط. لو داشتا واحد الوقت كان الناس يتكلموا ماشي يعني لقاو بأن يمكن يكونوا عنده مزايا خايبة وداك الشيء هذا الألومنيوم هذا لأنه هو لاجيفون لقاو من بعد كان خبراء تكلفوا بهالشيء شافوا بأن واحد نسبة مئوية هي اللي تخصها تكون أقل من ميليغرام في كيلو. طيب كاين تساؤل اللي كيقول واش المغرب عرف يعني تحولات في الفيروس واش اللقاح اللي غنطلقوا به يعني خدا بعين الاعتبار هاد التحولات؟ تحولات كاينين ماشي غير في المغرب كل شيء لان هو بقى الاصل ديال هذا الفيروس هذا اصلا واحد ولكن في هذيك الفيروسات توقعوا كاين تحولات تسموا بالفرنسيه وبالانجليزيه ميتاسيون قليلين ولم يكن لهم شيء خطير على التلقيح. طيب مواطن كيتسائل حول النتائج السريريه ديال اللقاح واش ما كانش يعني كان تسرع وبمعنى اخر يعني واش استوفت كل المراحل الضروريه؟ لا ما كاينش اي تسرع لان المراحل الاولتين اللي كان فيها التامين والنجاعه وداك الشيء خدموها في الصين كما هو على الصيني في باش يكونوا عندهم لقاح وحنايا دابا دخلنا المرحلة الثالثة السريرية اللي تعطى هذاك المنتوج على هذوك التلقيحات اللي كانوا مضمونين وتابعين الأسطورة وداك الشيء دخلنا معاهم بحال كل المرحلة كلها دازت وهذاك ما فيها لا تسرع ولا ماشي تسرع هادشي كله مضبوط والضمان ديالنا هو ان عندنا دابا حنا كل النتائج في يدينا لان كان تتبع كبير والحمد لله كسبنا مرجعيه علميه في هذه الميادين كبيره في هذا التلقيح هذا عزنا في الخبره ديالنا. اذا مولاي طاهر العلوي رئيس اللجنه العلميه للتلقيح شكرا لك على كل هذه التوضيحات. بارك الله فيك. مرحبا. وكما هو الشأن في المغرب دول عديدة عبر العالم تسارع الخطى لإطلاق عمليات تلقيح واسعة النطاق فيما باشرت أخرى العملية في سباق ضد الزمن لكبح جماح وباء كورونا. خالد الأحمدي. ترقب وتوقعات لدى الأمريكيين بأن تصادق وكالة الأدوية الأمريكية في غضون الأسبوعين المقبلين على لقاحات فايزر وموديرنا ضد فيروس كورونا المستجد. مسؤول الصحة الأمريكيين يشيرون إلى أن الدفعات الأولى من اللقاح ستخصص للعاملين في قطاع الصحة والفئات الأكثر عرضة للخطر. كبير المستشارين في عملية وارب سبيد التي أطلقها البيت الأبيض لتطوير لقاح ضد الفيروس الدكتور منصف السلاوي يبدي تفاؤله بشأن فعالية اللقاح في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل عدد يومي مرتفع من الإصابات بفيروس كورونا المستجد. أعتقد أنه يمكننا أن نبدأ في رؤية التأثير على الأشخاص الأكثر هشاشة على الأرجح خلال شهري يناير وفبراير ولكن على أساس ديموغرافي لكي تبدأ حياتنا في العودة إلى طبيعتها نتحدث عن أبريل أو ماي. بأوروبا روسيا شرعت في تطعيم العاملين الاجتماعيين الطواقم الطبية والمدرسين بلقاح سبوتنيك في أكثر من 70% من المراكز التي فتحت أبوابها لهذا الغرض. وبالمملكة المتحدة التي سجلت لحد الآن أكبر عدد من الوفيات في أوروبا أزيد من 61,000 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد ستبدأ والمرحلة الأولى من التلقيح الثلاثاء القادم وسيستفيد من لقاح فايزر بيونتيك حسب وزير الصحة البريطاني الناس الأكثر ضعفا موظفو دور الرعاية وكذا الأشخاص الذين يفوق عمرهم 80 سنة. واستنادا إلى مصادر إعلامية بريطانية فإن الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب سيتلقيان اللقاح قريبا. أما بلجيكا فرنسا وإسبانيا فستشرع انطلاقا من يناير المقبل في تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر.
التلقيح، نجاعته، مدته، كيفية تخزينه، وأسئلة أخرى كثيرة هي حديث الساعة عبر العالم، وتحاول الصحافة الدولية الإجابة عنها والإحاطة بتفاصيلها. حملات التلقيح بعيون الصحافة الدولية مع المهدي محب. صحيفة جلوبال تايمز الصينية أوردت أن العلماء متفائلون من إمكانية الولوج العاضل للقاح، مشيرة إلى أن هناك 163 شخصا مشاركا هم حاليا في حالة التقييم قبل السريري، و51 شخصا في حالة تقييم سريري. من جانبها أكدت صحيفة تشاينا نيوز أن الصين تستعد لأكبر عملية تلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة 1,400,000,000 نسمة، مضيفة أن أكثر من 1,000,000 إطار صحي تلقوا اللقاح دون تسجيل أي آثار جانبية. وبخصوص روسيا، أكدت الصحيفة الصينية أن موسكو أطلقت حملة للتلقيح لمحاصرة الوباء الذي ينتشر بسرعة قياسية مع استهداف الأشخاص الأكثر هشاشة والأطر الصحية والمدرسين بواسطة لقاح سبوتنيك 5. صحيفة The National News الإماراتية قامت بجولة في عدد من البلدان العربية لرصد آخر الاستعدادات لبدء حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، وتوقفت الصحيفة عند مشاركة المغرب في التجارب السريرية مع شركة سينوفارم، مضيفة أن السلطات الصينية وعدت بتزويد المملكة بعشرة ملايين جرعة قبل نهاية 2020. وأوردت The National News تصريح للدكتور الطيب حمدي أكد فيه أن المغرب وقع اتفاقا مع الشركة البريطانية أسترازينيكا للحصول على ملايين الجرعات من اللقاح، والمفاوضات جارية مع فايزر بيونتك. اللقاح نفسه، تضيف الصحيفة الإماراتية، تم الترخيص له بالبحرين في الرابع من دجنبر الحالي ليكون البلد الثاني بعد بريطانيا الذي يعتمد لقاح فايزر بيونتك، مع الإشارة إلى أن البحرين اعتمدت أيضا لقاح سينوفارم الصيني. The National News نقل تصريحا لوزير الصحة الأردني قال فيه إن الأردن طلب 2,000,000 جرعة من لقاح فايزر بيونتك، وأن 200,000 جرعة وهي الدفعة الأولى من اللقاح ستصل إلى البلاد مطلع عام 2021. وبالنسبة للكويت، حسب الصحيفة الإماراتية، فقد طلبت حوالي 1,000,000 جرعة من لقاح فايزر بيونتك، حيث تم تخصيص 150,000 جرعة للأطر الصحية، كبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة. وذكرت The National News أن روسيا وعدت بتزويد مصر ب 25,000,000 جرعة من لقاح سبوتنيك 5، فيما خصصت القاهرة حصة مهمة من لقاح فايزر بيونتك لتطعيم 20% من ساكنتها المقدرة ب 100,000,000 نسمة. عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 13,619 إصابة بصفوف التلاميذ والأطر التربوية والتقنية والإدارية، رقم تم الكشف عنه خلال جلسة عمومية لمجلس النواب ضمن محاورها سير الموسم الدراسي الحالي في ظل استمرار جائحة كورونا. رشيد كن وعبد الرحيم فيلول. رغم محورية سؤال جلسة الأسئلة الشفوية حول سير الموسم الدراسي الحالي في ظل استمرار جائحة كورونا، إلا أن أعضاء المجلس سواء من الأغلبية أو المعارضة وقفوا على مجموعة من التفاصيل التي جاءت بها إجراءات الوزارة بخصوص تدبير قطاع التربية والتكوين، لا سيما من حيث جودة التعليم وتكافؤ الفرص على مستوى الجغرافي. بعض التلاميذ اللي متيتابعوا دراستهم غير حضوريين يعني عن بعد، كاين اللي كيتوفر على وسائل باش يتبع بامكانيات، عنده واي فاي، عنده تابليت، عنده هذا، وكاين اللي ما عندوش، وبالتالي هذاك اللي ما عندوش ما كيتلقنش بحال اللي كيتلقن. هنا كاين واحد المفارقه بين الطريقتين التعليم، تبين بانه المناطق القرويه وهواميش المدن كانت اكثر تضررا، الشيء اللي خلى انه كان نوع من غياب تكافؤ الفرص في مجال ديال التعليم، وبالتالي كان عنده تاثير ايضا على المباريات اللي كانت نظمتها الوزاره، خاصه هذا الشيء ديال التعاقد. وبالتالي ربما ننتظر من الوزاره ان تشتغل على كل اقليم على حده من اجل اعطاء الفرص لجميع الاقاليم. نعم، هذا الاشكال هو مطروح،
وهناك تفاوت مجالي هذا يجب الاعتراف به. وإذا لا بد من بذل الجهد من أجل العدالة المجالية بين كل الجهات حضاري وقروي. وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أشار إلى أن الجائحة لا زالت ترخي بظلالها على المنظومة التربوية، وأكد أن التدابير المتخذة مكنت من التخفيف من وطأة الجائحة على المستويين التربوي والصحي، إذ وصلت الوزارة مع مطلع الموسم الدراسي الحالي مسيرة تنزيل القانون الإطار حتى يتم التوفيق بين ما هو ظرفي وما هو استراتيجي يرتبط بتنزيل الإصلاح. سمحت لنا هذه الجائحة بإعطاء دفعة لرقمنة العملية التعليمية وتطوير تجربة التعليم عن بعد، وهو ما سيمكننا من تسريع وتيرة تحقيق هذا النمط من التعلم باعتباره مكملا للتعليم الحضوري كما هو منصوص عليه في المادة 33 من قانون الإطار. السيد سعيد أمزازي ذكر في هذا الإطار بسيرورة تنزيل الإصلاح التربوي، حيث اتخذت الدولة ما يلزم من تدابير تشريعية تنظيمية إدارية ومالية وغيرها لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون الإطار والصهر على تنفيذها. وخلال هذه الجلسة أفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأنه سيتم اليوم الإعلان عن النتائج النهائية لمباريات توظيف أطر الأكاديميات، موضحا أنه تم تأخير الإعلان عن النتائج بسبب عدم موافاة الأكاديميات بدبلومات النجاح. أجرى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت اليوم برباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة. المحادثات همت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وزير العدل الفرنسي كانت له أيضا محادثات مع مسؤولين في المجال القضائي توجت بالتوقيع على إعلان النوايا لمعالجة وضعية الأطفال القاصرين المغاربة بالديار الفرنسية. خديجة زروال وسامر بركة. مكافحة الإرهاب، تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي سواء في المجال الجنائي أو المدني، فضلا عن فتح آفاق جديدة للتعاون التقني وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة خاصة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم التجار بالبشر. مواضع ضمن أخرى كانت محور لقاء وزير العدل محمد بن عبد القادر بنظيره الفرنسي إريك جيبوموريتي. اللقاء توج بالتوقيع على إعلان النوايا لحماية الأطفال القاصرين المغاربة غير المرفقين الموجودين بالديار الفرنسية. نشتغل مع المغرب منذ سنتين على هذه القضية، وبهذه المناسبة أشكر السلطات المغربية على المساعدة التي قدموها لنا للكشف عن هوية الأطفال القاصرين غير المرفقين في مدينة باريس أو في باقي المدن الفرنسية، وإعلان النوايا الذي وقعناها اليوم سيضع خريطة طريق لكيفية تدبير ومعالجة وضعية هؤلاء الأطفال. هذه الاتفاقية هذه غادي تعطي واحد الإطار تشريعي لتدبير هذا الملف في إطار احترام اتفاقية جنيف لحماية الطفولة وإطار واحترام أيضا المواثيق والإطارات التشريعية الوطنية. المسؤول الفرنسي كان له أيضا لقاء مماثلا مع السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. خلاله تم التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز الشراكة في المجال القضائي لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية والاقتصادية التي تجمع البلدين. وبرئاسة النيابة العامة استقبل السيد محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة وزير العدل الفرنسي. الجانبان عبرا عن رغبتهما في تعزيز علاقات التعاون في المجال القضائي. تابعنا بكل اهتمام الإصلاحات الهامة التي قام بها المغرب خاصة فيما يتعلق بالتركيبة القضائية بالمغرب، فمنذ إنشاء رئاسة النيابة العامة أصبح لدينا محاورا أساسيا. Un interlocuteur essentiel. كان النقاش يتعلق بوضعية الأطفال غير المرافقين الموجود المغاربة الموجودين بالديار الفرنسية، وأيضا بالأشخاص في وضعية صعبة من ناحية السن الذين يعيشون بالمغرب والذين تأمل سلطات البلدين بأن تمد لهم المساعدة. زيارة وزير العدل الفرنسي للمغرب هي الأولى له لبلد أجنبي منذ تعيينه على رأس هذه الوزارة، وهي زيارة ستعطي دفعة قوية للعلاقات المغربية الفرنسية في المجال القضائي.
أشاد نواب عن مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية بالريادة الجيوسياسية للمغرب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء من خلال الانخراط في البحث عن حل دبلوماسي للأزمة الليبية وجهوده الرامية إلى تصدي لإرهاب المخدرات وأعمال العصابات وبخصوص التوترات في القرقرات. أكد النواب الفرنسيون أسفهم لقرار ما يسمى بالبوليساريو وضع حد لوقف إطلاق النار الساري منذ نحو 30 عاما. عبر ربوع الوطن تساقطات مطرية سجلتها المديرية العامة للرصاد الجوية إلى حدود الساعة 6 من صباح اليوم. أعلاها سجل بإفران ب 13 ملم وأدنى سجل بكل من الشاون، تطوان، الدار البيضاء، أنفا، النواصر، الجديدة، مراكش بأقل من مليمتر. وبإقليم تازة البياض يكسو المرتفعات وتحديدا جبل بويبلان الذي بلغت فيه التساقطات الثلجية 45 سنتيمتر والتدخل لتيسير حركة المرور وإزاحة الثلوج متواصل. عبد الحميد جبران ومصطفى الزاهري. هكذا بدا المشهد اليوم بجبل بويبلان بإقليم تازة بعد تساقطات ثلجية مهمة شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة. بياض كسى كل شيء وامتزج بخضرة الأشجار ليصنع معا لوحة من الجمال الطبيعي، ثلوج وبقدر غبطة الساكنة بها لما تحمله من خير كانت سببا في إعاقة السير بعدة محاور طرقية، كما هو الحال هنا بالطريق الوطنية رقم 29 الرابطة بين تازة وبويبلان عبر جماعة مغراوة. هنا عندنا فهاد الجبل ديال بويبلان كيطيح عندنا الثلج بزاف من 60 سنتيم الفوق، وكيجي يجي وجه الناس ديال التجهيز في كل وقت، نهار ما فوقاش ما طاح الثلج كيوصلوا. انتم كتشوفوا الحاله ديال هاد البلاد السعيده ديما كيطيح فيها الثلج، كاين فين كيوصل حتى لجوج مترو في هاد البلاصه، كاين الدواور اللي منحصرين دابا لهاد الجهه، انتم الكتيبه راه مازال للداخل ما عندها لا العلف لا والو، وكيسميتو السوق ما كاينش إلا ما تفتحتش هذا الطريق ما يجي لنا هنا حتى شي حاجة. وللحفاظ على انسيابية حركة السير عبر المحاور الطرقية للمنطقة تحركت المصالح المعنية لإزاحة الثلوج المتراكمة وفسح الطريق أمام مرور العربات مستعينة في ذلك بآليات مخصصة لهذا الغرض. في إطار الموسم الشتوي برسم سنة 2020-2021 قامت فرق إزاحة ثلوج تابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بتازة بفتح الطرق التي عرفت انقطاعا لحركة السير في وجه مستعملي الطريق بفعل تساقط ثلوج والتي يبلغ طولها حوالي 200 كيلومتر موزعة على 5 محاور طرقية رئيسية، وذلك بتعبئة كافة الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية بحيث تم تسخير 7 آليات لإزاحة ثلوج وطاقم تدخل متكون من مهندسين وتقنيين وسائقين ومرافقين. هي إجراءات وتدابير تتجدد سنويا مع كل موسم للثلوج للتخفيف من تداعيات هذه التساقطات الثلجية على ساكنة المنطقة وللمحافظة على الربط الطرقي بين مختلف مدن وقرى المنطقة. والأجواء ذاتها بإقليم إفران تساقطات ثلجية بلغت 33 سنتيمتر بجبل هبري، 30 سنتيمتر بمشلفن، 15 سنتيمتر ببكريت، 12 سنتيمتر بإفران المدينة، و3 سنتيمترات بتمحضيت وضيت عوا. تساقطات كما نتابع تحول مع الإقليم إلى لوحة طبيعية فريدة. واللحظة إطلالتنا اليومية على الشأن الاقتصادي ويرافقنا فيها ياسر العمراني. ياسر مساء الخير. مساء الخير رضا. إذا نبدأ بقطاع تأثر بتداعيات وباء كورونا والحديث عن قطاع العقار. بالفعل رضا، ومنذ غشت الماضي تم الشروع في تطبيق المقتضى الذي جاء به قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والمتعلق بإلغاء رسوم التسجيل والتحفيظ، إجراء يروم تحفيز الرواج في قطاع العقار خاصة بعد الركود الذي تسببت فيه جائحة كوفيد 19. الروبورتاج لأمين علام ومحمد حسن مسكور.
قطاع العقار من بين القطاعات التي تأثرت بشكل ملحوظ بجائحة كورونا، حيث سجلت المعاملات العقارية ركودا بسبب الظرفية الاقتصادية التي خلفتها الجائحة وطنيا ودوليا، لبعث بعض الدينامية في هذا القطاع شرع منذ شهر غشت الماضي في أجراءات المقتضى المتعلق بالإعفاء أو تخفيض رسوم التسجيل الذي جاء به قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وهو الإجراء الذي ساهم إلى حد ما في انتعاش الحركة التجارية، خاصة بالنسبة للسكن الاقتصادي الذي استفاد من الإعفاء الكلي للتسجيل والتحفيظ. هو تدبير يراعي خصوصية الظرفية في ظل جائحة كورونا وما ترتب عنها من ركود على مستوى تداول العقار، كما أن هذا التدبير كان وقعه إيجابيا وشجع المواطنين على الإقبال لاقتناء العقار والاستفادة من هذا التخفيض، وهو ما تم تسجيله على صعيد جميع المصالح الخارجية للوكالة بحيث ارتفعت طلبات تقييد عقود التفويت. إذا كان هذا الإجراء قد ساهم في بعث الروح من جديد في قطاع العقار، فإن المهنيين يعتبرون أن بلوغ الأهداف المرجوة لتحقيق رقم مهم للمعاملات يتطلب أيضا إقرار تحفيزات بالنسبة للبائع، خاصة في المجال الضريبي، إلى جانب اتخاذ إجراءات على مستوى الأبناك من خلال دعم نسبة الفائدة الخاصة بالقروض السكنية. تسجيل فيما يخص السكن الاقتصادي، ممكن نسميها هنا بالنسبة للسكن الاجتماعي، أصبح مجانا سواء فيما يخص الرسوم المتعلقة بالتسجيل أو الرسوم المتعلقة بالتحفيظ. كان ربما من باش تحرك الاقتصاد أكثر أنه هذيك الضريبة الأرباح العقارية تهبط 5% ولا 10%، فهمتي؟ ماذا الدراسات اللازمة في هذا الموضوع؟ تم استجابة لطلب واحد من ثلاثة اللي هو خفض الرسوم التسجيل، واللي عرفت واحد دينامية بسيطة. هي تدابير تراهن على مساعدة قطاع العقار كواحد من القطاعات الحيوية في المنظومة الاقتصادية على تجاوز الظرفية الصعبة التي خلفت جائحة كورونا والتي خلقت تراجعا مهما في الإقبال على اقتناء السكن. بإقليم الرشيدية ورغم ظروف جائحة كوفيد 19 تمكنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تمكنت من إيجاد فرص للعمل لفائدة 300 شخص في قطاعات مختلفة. والروبورتاج لعبد المجيد حلاوي وياسين مرافق. منذ شهر مارس إلى حد الآن يسرت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الحصول على عمل لفائدة 200 شخص في قطاع البناء والأشغال العمومية و40 ممرضا ومحاسبا في قطاع الصحة وعدد من المدرسين بالتعليم الأولي، إضافة إلى توفير عقود للعمل بإسبانيا في القطاع الفلاحي. عندي ماستر في التسويق، كنت كنقلب على خدمه شحال هادي وديرنييرمون لقيت واحد لو بوست سور انترنيت افيشيال ان ابيك، جيت لعندهم دوزت لونتروتيان وعلى حساب ديك لا سوسيتي تقبلت ديرنييرمون وانا جد فرحانه ملي معاهم. دابا الهدف ديالي اني نطور من المهارات ديالي وان شاء الله نلقى شي خدمه. جاي ندفع اليوم الدوسي ديالي لصحاب الفريز، كل عام كنمشي وكنرجع، وصراحة هاد الوكالة ديال لانوبيك ساعدتنا بزاف، درنا فيها المشاريع لوليداتنا ودرنا المستقبل ديالنا حنايا الحمد لله. الوكالة الوطنية تنظم أوراشا للتكوين والإخبار بخصوص إمكانية تأسيس المقاولات. جيت لهاد المؤسسة باش ناخذ واحد الفكرة على الخدمات اللي كيديروا وعلى المواكبة وعلى الطريقة كيفاش يواكبوا الحاملين مشاريع. يلا خديت الإجازة ديال هاد العام، وفي إطار فاش خديت الإجازة يعني بقيت كنقلب على خدمة، كنقلب على دي ستاج، يعني لقيت إشكال فاش أنني نقلب على دي ستاج وعلى دي فورماسيون، التحقت جيت بمؤسسة وقت ما يعني دار إنشاء المقاولة ديالو تمشي للقدام، يعني ما نشأوش هاد العام 1% العام الجاي تسدو، بغينا واحد الاستمرارية للمقاولة ديالهم. رغم جائحة كوفيد فقد استمرت الجهود لمساعدة المواطنين على إدماجهم في سوق الشغل. الحمد لله استطعنا التأقلم مع ظروف الجائحة، وأود أن أذكر أن الوكالة لم تتوقف نهائيا عن العمل في مدة الحجر الصحي وما بعده، استطعنا أن نواكب الباحثين عن الشغل والمشغلين وذلك باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الرقمية الحديثة.
المجلس الإقليمي للراشيدية وفي إطار اتفاقية متعددة الأطراف ساهم بمبلغ 350 مليون سنتيم مجزئ على مدى 3 سنوات لتشغيل الموارد البشرية الصحية عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. أفاد بنك المغرب في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية أن حجم التداول اليومي على مستوى السوق البنكية بلغ خلال هذه الفترة 5.6 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1.5% في المتوسط. في الخبر الاقتصادي الدولي، ارتفعت صادرات الصين في نوفمبر بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب 3 سنوات، في وقت ساهم ازدياد الطلب في أسواق رئيسية قبل فترة الأعياد ساهم في تحقيق فائض تجاري قياسي. وارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا حيث دعمت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي، وإن كان التفاؤل بشأن نشر لقاحات للوقاية من فيروس كورونا قد كبح جماح هذه المكاسب. وانخفضت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أشهر مع استمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالميا وتجدد إجراءات الإغلاق التي شملت أحدثها فرض قيود صارمة في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم. أغلقت الأسهم الياباني على انخفاض حيث أثارت مكاسب على مدى 5 أسابيع متتالية بعد بواعث القلق من سوق محمومة وحدت المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح، وتراجع مؤشر نايكي 0.76% بعد تسجيل مستوى الذروة له منذ أبريل 1991. نتوقف اللحظة مع فقرة الاقتصاد في مصطلح مع رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء. الركود الاقتصادي هو انكماش في حركات النشاط الاقتصادي لفترة قصيرة قد لا تتعدى سنة أو سنتين. خلال هذه الفترة ناتج الوطني تعرفوا عن انخفاض بنسبة ديال أقل من 10%. شنا هي المظاهر ديال هاد الركود الاقتصادي؟ كيف نعرف الركود الاقتصادي؟ أولا هو ارتفاع في معدلات الفائدة يصاحبه ارتفاع في الأسعار، ثم أيضا صعوبات بالنسبة للمقاولات، المقاولات اللي تتبقى تشتغل بشكل طبيعي وتستطيع الصمود لفترة أطول، ثم أيضا هو انخفاض في الدخل وانخفاض في القدرة الشرائية ديال المواطنين، ثم أيضا هو تعرف هذه الفترة ديال الركود واحد الانخفاض ديال القيمة ديال الأموال وديال الأصول. طبعا الحال الركود الاقتصادي عنده مساوئ ولكن أيضا عنده بعض الفوائد، مثلا من خلال أو خلال فترة الركود تكون واحد الضبط ديال الأسعار، أي أن الأسعار تميل نحو الأسعار الحقيقية أو تكون أقرب إلى الواقع. ثم أيضا خلال فترة الركود المستهلك تيحاول يلبي الحاجيات الأساسية، ثم أيضا تتكون فرصة بالنسبة لبعض المستثمرين، فرصة سانحة بالنسبة إليهم باش يحققوا بعض المشاريع الاستثمارية. الدولة هنا للحد من حالة الركود أو التخفيف منها الدولة تلتجأ لبعض الإجراءات المالية أو النقدية أو الضريبية، وهذه الإجراءات من شأنها أن تعيد الأمور إلى طبيعتها وأن تسيطر وتتحكم في حالات التضخم. نتابع الآن نسبة بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات.
بهذا تنتهي اقتصادية هذا اليوم. نعود إليك رضا. شكرا لك ياسر. بدر البيضاء نظمت لجنة المنشأة الصحفية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة ندوة وطنية تناولت مستقبل الصحافة المغربية بين آثار الجائحة والأزمة الهيكلية. ليلى عسلي وأحمد حمري. بصمة كورونا كانت واضحة على صناعة الصحافة والإعلام بالمغرب كما بدول العالم، وإن بانت الحاجة إلى الصحافة المهنية المحترفة وزاد الإقبال عليها، فالتحديات التي فرضتها الجائحة إبان الحجر الصحي أو بعده عمقت من متاعب المقاولة الصحفية ببلادنا. وضعية دفعت المجلس الوطني للصحافة بعد إصداره لتقرير إلى فتح حوار مع مختلف المتدخلين في القطاع لتبادل الأفكار والبحث عن حلول واقتراحات من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية. الهدف ديالنا هو أننا نعمقوا المعرفة بما يحصل، ولكن ماشي هذا هو الهدف الوحيد. الهدف هو أننا نفتحوا واحد الحوار وطني من أجل مستقبل الصحافة والإعلام بصفة عامة، وهذا موضوع ما يمكنش المجلس الوطني بوحديته يكون فيه، لا بد يكون معنيين متدخلين آخرين، لأنه لا يمكن تصور واحد البلد فيه أكثر من 30 مليون الناس، المبيعات تقلصت بشكل كبير ديال الصحف، المقروئية ضعيفة. وسبق في المجلس الوطني للصحافة في لجنة المقاولة المنشأة الصحفية وتأهيل القطاع أن أنجزنا تقريرا حول هذه الوضعية، واقترحنا 30 من الإجراءات للخروج من هذه الأزمة. اليوم هذا لقاء نجمع فيه جميع الفاعلين في قطاع الصحافة، مطابعين وموزعين وصحافة إلكترونية وناشرين وورقية، لنطرح سؤال: ما هو مستقبل الصحافة المغربية بعد الجائحة؟ سؤال يتوخى منه تحديد مصير واضح المعالم للصحافة المغربية بين آثار الجائحة والأزمة الهيكلية في ظل التطورات الحالية والمتوقعة. لأول مرة مطروح عليها بقوة قاهرة أن تكون مستعدة لإعادة إنتاج نفسها وخلق نفسها من جديد. عليها أن تفكر ليس فقط في وسائل العمل، بل أصبح المطروح بشدة كبيرة هو وسيلة الانتشار. لم تعد الأساليب القديمة بالمرة تخدو، وقد ثبت اليوم بالملموس. هي دعوة إذن لتقديم مقترحات وحلول تنضاف لما يراه المجلس الوطني للصحافة من تدابير في أفق الحفاظ على الصحافة الوطنية باعتبارها فضاء للتنوع السياسي وأداة للتعبيرات الثقافية والفنية وآلية للتتبع ورصد احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان، وكذا خدمة حيوية للبناء الديمقراطي. في الصفوف الأولى يتواجدون يواجهون الجائحة ويعملون دون ما كلل أو ملل على إنقاذ ومعالجة المصابين. بادرة شكر لهم تقف وراءها مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي دأبت على منح جائزة محمد الحيحي لشخصيات تعمل في المجال التطوعي. عبد الرحيم بن شيخي وأمين شرقاوي. هي جائزة تشجيعية من أجل روح المواطنة والتطوع خدمة للصالح العام، وتخدم استمرارية فكر للمرحوم محمد الحيحي. تعود هذه السنة للحقبارا واعترافا لمجهود عدد من رجالات الصحة في الوقوف ضد جائحة كورونا وعملهم التطوعي في التوعية والوقاية والعلاج. من المؤكد على أن الجائزة هذه وهي مهداة من خلالي بشكل رمزي القطاع الطبي والقطاع الصحي في بلادنا اللي واقف محاربة ديال الوباء منذ انطلاق دياله بكل مسؤولية، بكل مواطنة، بكل تطوع، ماشي فقط غير ضمير مهني، بكل تطوع. هذا حافز لنا كلنا، سواء لي شخصيا سواء القطاع الطبي، باش نتابعوا هذا الاعتراف المجتمعي هو واحد دافع باش نزيدوا في العطاء ديالنا، نزيدوا في التضحية ديالنا. الوباء باقي مستمر معنا، الإجراء أتبقى مستمرة معنا، تلقيح أمامنا، ولكن بقي عندنا أشهر اللي خصنا نستمروا في محاربة الوباء إلى حتى نحصره ونخلصوا بلادنا ونحملوا الشعب ديالنا إلى بر الأمان الوباء. والحلقة هي تعودات كل سنة أنها تقوم بتكريم مجموعة من الشخصيات التي تعمل في الإطار التطوعي، لأن الحلقة هي حلقة تحمل اسم أعطى الشيء الكثير لمجال الطفولة والشباب، للمجال الحقوقي، في مجال التعليم. لذلك فالمرحوم الحيحي كان من الأسماء التي خبرت هذه المجالات.
دورة رابعة لهذه الجائزة الرمزية التي تؤسس لثقافة الاعتراف، اعتراف من نوع المشاركة والاستمرار في التطوع، ودعوة للانخراط أكثر في العمل الجمعوي والجماعي خدمة للصالح العام، وهي ركائز أطرها فكر الراحل محمد الحيحي لحقبة زمنية مهمة. في قصورها حضارات تعاقبت، وفي ساحاتها صال الفرسان وجالوا، وفي جنباتها رسمت ملاحم عبر التاريخ. هي هوليود إفريقيا، مدينة ورزازات، مدينة تتنفس فنا في أدق تفاصيلها. حكايتها يختزلها المتحف الوطني للسينما الذي يقصده عشاق الفن السابع رغم ظروف الجائحة. لطيفة بن حليمة، سمية بالعياشي، ومحمد حسن مسكور. ورزازات وجهة السياحة وطنيا وعالميا، ووجهة السينما بامتياز. لها تاريخ طويل في عالم السينما والإبداع يتجاوز قرنا من الزمن. استوديوهات ضخمة شهدت تصوير الكثير من الإنتاجات العالمية تحتضنها ورزازات. عززها قبل 3 سنوات افتتاح متحف وطني للسينما، فضاء يسافر بالزائر عبر عصور متعددة وشاهد على حضارات قديمة يجمع بين الخدمة التاريخية والنشاط السياحي والفني. معلمة من المعالم السياحية التي تلعب دور أساسي في التسويق الترابي، لا الإنتاج السينمائي ولا التسويق الترابي للقطاع السياحي، ألا وهي معلمة متحف السينما ورزازات الذي يتواجد وسط المدينة، موقع استراتيجي قبالة قصبة التوريت التي لها صيت وطني وعالمي، والتي تعتبر معلمة تم تصنيفها وطنيا. في أهم مدارات هذا المتحف ديكورات وخلفيات تصوير مشاهد أفلام سينمائية عالمية، وملابس قديمة استخدمت في تصوير الأفلام، إلى جانب آلات عتيقة للتصوير والمونتاج، وبنايات مجسدة لأماكن العبادة وغيرها، كلها تحف تثير فضول المهتمين الذين يفدون على المتحف رغم ظروف الجائحة. جينا نكتشف هذا المتحف اللي في الورزازات قدام القصبة، وجينا نشوف هذا في تصور بزاف الأفلام اللي عالمية وحتى يعني في المغرب، ولقينا تبارك الله كاين الوقايه وكاين الاجراءات ديال كورونا، يعني كاين كل شيء. صراحه جيت لهذا المتحف باش نكتشف الثقافه السينمائيه ونشوف الافلام اللي تصوروا في هذا المتحف مغربيه وعالميه، والصراحه الجو هنا زوين والاجراءات الوقائيه كاينه الحمد لله. ما بيش بنيدو عيسو غلادياتور، أوبيليكس، المومية، لورانس العرب وغيرها من أضخم الإنتاجات السينمائية التي تناوب مخرجوها على استوديوهات المدينة، إلى جانب اللقطات التي شدت أنفاس جمهور الفن السابع من حروب ومواجهات تم تصويرها في الأراضي الشاسعة للمدينة عند سفوح جبال الأطلس. وتنتظر ورزازات استئناف تصوير المزيد من الأعمال السينمائية بعد وضع الجهات المختصة مجموعة من التدابير الوقائية للعمل في بيئة سليمة. ومؤخرا زارت استوديوهات ورزازات بعثة صينية من أجل تشجيع المخرجين السينمائيين الصينيين على تصوير أعمالهم في المدينة الملقبة بهوليود إفريقيا. تابعنا وإياكم في هذه النشرة. أيام تفصلنا عن انطلاق العملية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، عملية تواكبها استعدادات كبيرة لوجستية وبشرية. التوقيع بالرباط على إعلان النوايا لمعالجة وضعية الأطفال القاصرين المغاربة بالديار الفرنسية، وإشادة بالتعاون القضائي الناجع بين فرنسا والمغرب. وت...
التساقطات الثلجية متواصلة بالمرتفعات الجبلية أعلاها سجل بجبل بويبلان وإزاحة الثلوج مستمرة لتيسير حركة المرور. وفي قطاع العقار تدابير لتشجيع الاستثمار تضمنها قانون المالية التعديلي 2020 إجراءات همت التخفيض أو الإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ. لكم من طاقم النشرة ومني أطيب المنى.